البهاء والقلق الباذخ يكشوان كل بقعة في مخارف النور بربر القديمة ويشكنان فيها، ففي كل مكان وركن قصي فيها تجد لتاريخها أثر ولأمجادها بيان وترجمان. كيف لا وهي أرض السلطان والصولجان وعرش الملوك والمكوك ومراكز العمد والشيوخ. عرش مثل أبوك يا دود واضرب جلا مو بارود ليه وخشان. عرش مثل أبوك يا دود واضرب جلا مو بارود ليه وخشان. ود العظم كل أبوك يحسب فوق ثماني جدود ليه وخشان. والذي يطالع تاريخ مدينة بربر يخيل إليه وكأنها هي التي صاغت وكتبت تاريخها بيدها، أو هكذا اختارت وأرادت لنفسها أن تكون، فقد كانت حاضرة للحواضر على مر العصور والأزمان. فكما كانت بربر مركزا للتجارة والمال، كانت مركزا للحكم والمال. ولا ينطق تاريخ بربر بكل أبعاده أن يكون جزءا من تاريخ حضارة الميرفاب ومملكتهم القديمة المترامية الأطراف داخليا ما بين المخيرف جنوبا وحوش الدار شمالا. أما حدودها فمن مجرن نهر عطبرة جنوبا والأشاقدة غربا وكنيدرة شرقا، بينما تتبع لهم 6 عموديات بنهر عطبرة ورأس الوادي وبربر والسلم والعبادي والسويقات. جانب ذلك تقترن بنظارتهم عموديات الأنقرياب والرباطاب والمناصر. والميرفاب منسوبون إلى جدهم محمد بن ميرف، وينتهي نسبه إلى الأمير أحمد بن جعل جد قبائل الجعليين. أما أصل كلمة ميرف فتقول الروايات أنه كان أميرا لألف فارس، وتذهب أخرى إلى أن الميرف هو الإبرة الكبيرة التي تستخدم في خياطة البروش. حكاية عن كرم الميرفاب الكثير، إلا أن هذه البوابة تحمل إحداهن، وهي البوابة التي رفض العمدة مختار ودرحمة أن تخفل بباب خشية أن تحول بينهم وبين طارق ليل أو عابر سبيل. ملوك الميرفاب كانوا أشداء وأقوياء، لهم ككر ونحاس ومشانق يقتصون فيها من الجنات وقطاع الطرق، ودانت الرئاسة لهم والحكم قبل وبعد دخول الأتراك، ولهم تراث زاخر لا زال يحدث عن سطوتهم ويطرق الآذان طرقا ويجلب للأذهان صورا تبدو وكأنها حية وشاخصة عنهم. نحاس الميرفاب يسمى أنكتيبة، ومن فرط اعتزاز به نسجوا له الأساطير، وهو نحاس يضرب عند إعلان الحرب وتنصيب الملوك ووفاة زعماء القبيلة، وبنحاسهم ساد الميرفاب وانتصرت جيوشهم. نحن الفوق عدونا نجرجل اللوسام، ندفع كل شيء بيقسم لنا القسام، ونحن عدونا ما سهروا كتر سجيده، وكان درناه في صعب نقصر قيده، سيفنا فرت قدير عالدويدي حديد وماتوا جدودنا حافظين للوطن تمجيده. تاريخ الميرفاب يعبر عن حاضرهم اليوم، فلحمة الميرفاب هي ذات اللحمة القديمة، بل إنها قوية أكثر بوحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي، كذلك بتمازجها وتصهرها مع غيرها وتعايشها مع أكثر من 25 قبيلة سودانية في تواصل حميم عبرت عنه بصدق وجسدت له بعمق لمة الميرفاب بالعبيدية.